طيب الإمام علي أيها الإخوة إذا ذكر ذكرت البطولة والنجدة والبعث والجهاد، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتن إلا علي. ورددها المسلمون يوم خيبر، يوم بدر. تعرفون ما الذي حدث أيها الإخوة؟ معروف، لا نطيل ولا نطول بذكره. يوم أحد أيها الإخوة صرع البطل العظيم مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه أرضاه، بعد أن أبدأ عن وجه البطولة أيها الإخوة، أعرب عن بطولة باذخة مصعب واستشهد، وقع اللواء، فتناوله علي باليمين، لواء المسلمين أيها الإخوة. يقول عبد الله بن عباس: أربع خصال كنا لعلي، لسنا لغيره، لسنا لأحد غيره. كان أول العرب والعجم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة ليلة المعراج. كان النبي يخرج، ربما خرج أي ظهرا أو صباحا، فيخرج معه علي، فلا يعودان حتى يمسي أيها الإخوة، يصليان وعلي معه. قال: أنا الذي صليت معه قبل أن تفرض الصلاة. قال ابن عباس: نعم، كان أول العرب والعجم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة. نعم، ودفع إليه رسول الله رايته في معظم الحروب على الإطلاق. علي يحمل إيه؟ الراية. وثبت معه حين فر غيره. يقول ابن عباس: غيره كان يفر، علي لا يفر، ولا يوم حنين ولا مرة لم تسجل على علي أيها الإخوة أنه فر مرة، لم يفر مرة واحدة. وتولى طعم عمه العباس غسله ودفنه، الذي أدلاه ودفنه عمه والإمام علي. الصحابة كانوا مشغولين بأمر الخلافة في السقيفة، هو كان مع رسول الله في هذه اللحظة الحرجة. قال: هذه خصال، قال، ليست إلا لعلي، ليست إلا. وهناك خصال كثيرة، خصاله بالمئين، خصاله بالمئين، والأحاديث الصحاح في حقه بالمئين. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد رضي الله عنهما ابن حنبل، يقول: سألت أبي: يا أبتي، ما هذه الأحاديث في فضائل معاوية؟ في حديث في فضائل معاوية والآن يقرعوننا بها، أين أنتم من فضائل معاوية؟ بكلمة واحدة دون الدخول في التفصيل، التفصيل له المحاضرات الموسعة في عشرات الساعات، لم يصح في فضل معاوية حديث واحد بخصوصه، لم يصح. أحاديث كثيرة، وابن حجر مال إلى هذا في فتح الباري، أيه؟ هذا هو الحق، لم يصح. الإمام أحمد أشار إلى هذا. ابنه يسأله عن فضائل معاوية، فقال: يا بني، يا بني، بدنا نتكلم مع أنه الكلام كان صعبا، يا بني، إن عليا كان رجلا له أعداء، ففتش له أعداؤه عن عيب فلم يجدوا. وناهيك بهذا، والله العظيم ناهيك برجل لم يجد له أعداؤه عيبا. نعم، نحن لا نقول كالشيعة أنه معصوم، ليس بالمعصوم، لكن نقول دلونا على أخطائه وعيوبه. أين أخطأ؟ أين العيب في علي؟ أحمد بن حنبل يقول: فتش له أعداؤه عن عيب فلم يجدوا له عيبا، فعمدوا إلى رجل عاداه، يعني معاذ بن أبي سفيان، هذا أكبر عدو لعلي كان في وقته، فعمدوا إلى رجل كما كان أبو سفيان أكبر عدو للرسول قبل أن يسلم، هكذا، وكما صار يزيد أكبر عدو للحسين وقتله، قتل الله يزيد، أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا إذا ذكر يزيد هكذا نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا ذكر هذا اليزيد المنقوص المنكور المحقور، نعم، قال: فعمدوا إلى رجل من أعدائه، فافتروا له فضائل كيادا بعلي عشان يكيدوا علي وأتباع علي، ألفوا فضائل لمعاوية. قال: ما في منه. الإمام أحمد يقول: ما في منه، ما في أحاديث صحيحة في فضل معاوية بن أبي سفيان، هكذا بشكل واضح. فنعود إلى الإمام علي. يوم أحد أيها الإخوة تلقى الراية باليمين وسيفه بالأخرى، وجعل يصول ويجول، فإذا بحامل راية المشركين سعد بن أبي طلحة يحمل الراية، وكان فارسا مغوارا، وقال: يا أتباع محمد، هل من مبارز؟ ألستم تزعمون أنكم تعجلون بأسيافكم إلى النار ونعجلكم بأسيافنا إلى الجنة؟
فاخرجوا إليه، هل من مبارز؟ سمعه علي، والأمر كان هزة عظيمة، تعرفون في أحد ماذا حدث؟ فقال له: أنا لها، أنا لك يا ابن أبي طلحة، والله لا أريم حتى أعجلك بسيفي هذا إلى النار، قال له، حتى تعرف من أتباع محمد. ما في تصاول جولة فاختلف ضربتين. الإمام علي ظل واقفا وجرح جراحات كثيرة يوم أحد سأتحدث عنها، وسقط الرجل فهوى عليه بسيفه لكي يجلله بالعار والشنار والموت إلى النار، فبدت سوءته كأنه أبدى عنها، فانصرف علي الحيي الذي ما رأى عورة قط أيها الإخوة، فقيل له: لما لم تدفف علي؟ لما لم تجهز علي؟ قال: بدت سوءته فعطفني عليه رحم. شو الفارس هذا؟ هذا مش فارس غدار ولا جبان ولا نقاض للعهود ولا دساس ولا صاحب أخاديع ولا يرشي الناس عن ضمائرهم أبداً. في مثل هذه المعمعة الحمراء بطولة، شرف نفس، مجادة عرق، نبل أصل أيها الإخوة، هذا علي. كيف يجمع البطولة والقوة والبأس والشجاعة أيها الإخوة إلى الرحمة والعفة واللطف والمعدلة أيها الإخوة؟ شيء غير طبيعي، شيء غير عادي. النبي كان يدرك هذا تماما، وسوف يأتيكم البرهان. قال: بدت سوءته فعطفني عليه رحم، فعطفني عليه رحمه قرشي، فتركته. الله أكبر يا أبا الحسن، إيه يا ابن أبي طالب، شيء لا يصدق. مثل هذا اتفق لعمر بن العاص في صفين. في صفين تموت الناس بالمئات بالعشرات بالألوف أيها الإخوة، وما أدرك ما صفين أو ما صفون على رأي بعضهم أيها الإخوة، شيء مخيف. وعلي يذوب كالملح في الماء لما يقتل المسلمون سواء من أهل الشام أو من أهل العراق، فبعث إلى معاوية: يا معاوية، لما يقتل الناس بيني وبينك؟ هلا برزت إلي؟ نتبارز نحن الاثنان، نحن القائدان. فمن قتل صاحبه ظفر بالخلافة، يأخذ الإمارة هذه. ويعرف علي، يعرف هذه خدوعة. قال: هذه خدوعة الصبي أو خدعة الصبي عن اللبن. تقول لي دمع عثمان، هذا أكبر كذب. هذا نعرف، كل الناس تعرف هذا، إلا الذين يعبدون معاوية هكذا من دون الحقيقة. يقول لك: لا، اجتهد فأخطأ وبدي يطالب. كلام فرع على كل حال. فعلي قال له: هذه خدعة الصبي عن اللبن، نعرف هذا، نتبارز. فقال معاوية عمرو بن العاص: ما تقول يا أبا عبد الله؟ قال: لقد أنصفك الرجل، أبرز إليه. فغضب معاوية، قال: والله يا ابن النابغة، ما أردت إلا موتي. يا خبيث، قال له: أنت يا عمر تريد أن أموت؟ طبعا عمر بن العاص مداهي أيضا من دهاة العرب الأربعة، يريد أن يموت فيصبح هو المطالب أيها الإخوة، وربما يفوز بالخلافة، عنده كان برضو عين على الخلافة على الإمارة. فلكي يدرأ عمر غضبة معاوية، هذه الغضبة الكبرى، قال: أنا مبارز عليا غدا، أنا حنزل له. فسكت معاوية، ممتاز، انزل له. لكن من ذا الذي صارع عليا أيها الإخوة فعاد سالما؟ أبدا، مجندي الأبطال، من ألقابه قتال الأقران، أبدا. يقول علامة أبو الخطاب ابن دحية أيها الإخوة في كتابه عن صفين، المحاكمة أهل صفين، يقول: كان إذا استعلى قد، وإذا استعرض قط. في إن ضرب من فوق هكذا كما ضرب مرحب، وسيأتيكم في الخندق، من النصف يقد الإنسان مباشرة، يقد رأسه وربما شيئا من جسمه، وإذا استعرضه قطعه مباشرة، قوة غير طبيعية. يمشي بتؤدة وأدب، فإذا مشى إلى خصمه هرول، يهرول معه السيف وهرول. شيء مخيف طبعا. فعمر لابد أن يدرع عن نفسه هذه الغضبة، وطبعا ما هي إلا جولات يسيرة. وعمر بن العاص فارس كبير معروف، مشهود له، مشهود له، حتى كان في الأرض أهوى عليه بسيفه الإمام علي، فأبدى عن سوءته فتركه، تركه. كان معاوية دائما يعيره بها، وليس من الشرف، ليس من البر أن يدرأ المرء عن نفسه الذل أيها الإخوة بمثل هذا، كما درأها بسوءته يوما عمرو، يقول أبو فراس الحمداني، كما درأها يوما بسوءته عمرو، لكن تركه علي هكذا. النبي يعلم هذه الخصلة في أبي الحسن، قوة إلى رحمة إلى لطف. كيف؟ أبو سفيان أيها الإخوة لما نخضت قريش عهدها مع رسول الله بعد الحديبية باعتداء على خزاعة، خلفاء الرسول، حلفاء الرسول، أسقط في يد سيد
كنانة أبي سفيان، خلاص هي الحرب إذن أبدا. فأتى إلى المدينة، أتى إلى المدينة كله خزي وضعف واستكانة، يتعرض المسلمين يفرون أي من أمامه، لا أحد يكلمه. جاء إلى أبو بكر، يا أبو بكر اشفع لي عند محمد. قال ما أنا بفاعل، لا أريد. يا عمر، يا ابن الخطاب، يا أبا حفص اشفع لي عند محمد. قال أنا أشفع لكم الفاروق. قال أنا والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. مستحيل، قال له ليس عمر من يشفع لكم، تبا لكم إلى آخر الدار. فلن يبقى إلا إيه؟ أن يأتي أبا الحسن. فأتاه في بيته وعنده بنت رسول الله البتول الزهراء فاطمة عليهم السلام أجمعين، والحسن عليه السلام يدب بين يديها. فقال لها يا بنت رسول الله، يا بنت رسول الله، مري بنيك هذا فليجر بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. قالت إنه صغير وما يبلغ ابني هذا أن يجير بين الناس ولا يجير على رسول الله أحد. قال يا أبا الحسن، يا أبا الحسن اشفع لنا عند إيه؟ محمد. قال والله يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله على أمر لا يقدر أحد أن يراجعه فيه. وكان الفتح طبعا، خلاص أراد أن يفتح مكة، أذن الله أن يفتح البيت الحرام وأن يطهر من دنس الشرك والوثنية أيها الإخوة. فماذا يفعل؟ قال يا أبا الحسن قد اشتبهت علي الأمور واشتبكت، فانصح لي ماذا أفعل؟ فلما رأى علي هذا الذل وهذا الخزي، هذا الانكسار، ليس من طبع علي أن يشفي غليله، ولا غليل له، لأنه بطل، نفس بطل، نفس عظيمة جدا، لا تعرف الحقد أيها الإخوة أبدا، لا تعرف الحقد، إنه منطق الحق تجلى في رجل، بالعكس يعرف الرحمة، يعرف أن يمد يده لمن عثر، لمن وقع، حتى لو كان خصمه، حتى لو كان أخصم خصمي. فقالوا يا أبا سفيان والله ما أجد لك شيئا إلا أن تخرج فتجير بين الناس. قل أنا أجرت بين الناس، كلام فارغ طبعا، أجر بين الناس ثم ألحق بأرضك. قالوا هل ترى هذا يا علي يغني عني شيئا؟ قال لا والله. علي هكذا لا يحسن خداع معاوية وغير معاوية اللي هو إيه؟ ابن أبي سفيان، لا يحسن. تسألني؟ لا، لا أراه يغني عنك شيئا، ولكن لا أرى لك غير ذلك، هذا أكثر شيء تستطيع أن تقوم به. فلما عاد أبو سفيان قال، حدث زوجه وأهله وعشرته، قال ووجدت ألينهم وأرحمهم ابن أبي طالب، أحسن واحد، قال أحسن أبو بكر، أحسن عمر، هو الوحيد اللي كذا. هل علي في رحمة عجيب، في رقة، تواضع، شخصية غير عادية. بعد فتح مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن أبي الوليد رضوان الله تعالى عليه إلى تهامة للدعوة وليس للغزو. فمر بني جذيمة أيها الإخوة في ظروف ملتبسة معينة، أساء بعضهم التعبير، أعمل السيف في جماعة عظيمة منهم فقتلهم. لما بلغ الخبر صلى الله عليه وسلم غضب الرسول وحزن جدا ورفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد 3 مرات. لكن يعلم أن خالد لم يتعمد هذا، أن تسرع كما قال عمر بعد ذلك رضي الله عليه، سيف خالد فيه رهق، فارس متسرع ليس كعلي يتسرع يرتكب أخطاء، فيه رهق. لذلك النبي قرر أن يديهم، أن يدفع دياتهم. قال تعالى يا علي خذ هذه الأموال واغضوا إلى بني جذيمة وانظر في الأمر واحكم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. يعلم ما في حكم لله، ما في ثارات الجاهلية والأحقاد الجاهلية، وأبدا أبدا احكم بما يرضي الله لنا وعلينا، ما في، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. الله أكبر. يوم فتح مكة المشهور أن الذي كان حاملا للواء المسلمين، لواء رسول الله الذي كان حامل، هو الإمام علي، النبي دفع إليه لواءه يوم فتح مكة. وقيل أيها الإخوة لم يكن علي هو الحامل، لكن هذا ضعيف. وحكي أن سعد بن عبادة شيخ وسيد الأنصار رضوان الله تعالى عليه أيها الإخوة دخل ومعه لواء كتيبة عظيمة، فكأن نشوة النصر استفزته أيها الإخوة، استفزته، هزته، فقال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، حنسوي مجزرة اليوم. قريش هذه التي فعلت وفعلت. عمر سمع هذا، ليه كيف قريش هذه أقرباء وكذا، لا نريد،
فهرع النبي قال يا رسول الله أدرك سعدا سعد بن عبادة فإني ما آمنوا صولة منه في قريش. قد يحدث كذا مذبحة الرجل. فنادى النبي من؟ عليا. قال يا علي أسرع فأدرك سعدا وخذ منه اللواء. يا علي، علي لا يفعل هذا، معروف فارس رحيم، فارس قوي ثابت أيها الإخوة، لا يستفزه النصر ولا غرور نصر ولا يزهى بشيء أبدا أبدا، شخصية غريبة استثنائية. هذا ما كان إيه في أحد أيها الإخوة. نعم في الخندق معروف قصته مع إيه؟ مع فارس العرب، فارس المشركين، عمرو بن عبد ود، الرجل الطوال الضخم الذي ما استطاع أحد أن يصرعه أصلا. شو الغريب هذا الرجل؟ لأن الكبر وزه أيها أدار عقله، جعل يترقب في جماعة قليلة نفر من فرسان الجاهلية من فرسان قريش أيها الإخوة ثغرة في الخندق حتى وجدها، فاقتحم إيه بفرسه ومن معه حتى صار إزاء المسلمين. هكذا تحدي مبارزة، طبعا شرف البطولة، لا أحد يرميه بسهم، ممنوع، هذه المبارزة. وقال هل من مبارز؟ أرم الصحابة، لم يجروا أحد أن يقول أنا، من يقول لعمر بن عبد هود ولا أحد، وعلي يقول أنا يا رسول الله، اسكت يا علي اجلس، هذا عمر يقول له، هذا عمر يا علي، مش إنسان هادي هذا. هل من مبارز يمكت المسلمين؟ ألستم تزعمون أنكم إيه تروحون إلى الجنة وأن، فهل من مبارز؟ هكذا يكسر نفوسهم الصحابة ولا واحد. علي أنا يا رسول الله. في المرة الثالثة أذن له ودعا له، اذهب. علي شاب صغير وهذا فارس مخضرم. فلما رآه قال له علي عليه السلام يا عمر، ألست قد درجت على أنه لا يخيرك أحد بين خلتين إلا أجبته إلى إحداهما؟ شوف يريد أن يدعوه في البداية، مش استعراض عضلات. قال بلى، نعم هذه طريقتي، هذه عادتي. قال فإني أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام. قال لا حاجة لي، غضب، لا حاجة لي، الآن صار ضد عادته، يعني رجل كريم كان عنده نوع من الكرم، كرم النفس والمجادة أيضا. لا تدعو إلا خصلتين إلا إيه أجابك إلى إيه واحدة منهما. قال لا أريد الإسلام، لا أريد. قال فإني أدعوك إلى إيه النزال، إذا نازلني. فضحك تبسم عمر. فالإمام علي كان ربعة، لم يكن طويلا، والعرب كانوا بشكل عام فيهم طول. الإمام علي كان ربعة لأنه كان ممتلئا كالأسد كالليث يمشي على الأرض. وهذا رجل طوال. تبسم وقال ألست ابن أبي طالب؟ قال نعم بلى. قال أبوك كان صاحبا لي صديقا لي، وإني والله ولات، قال والعياذ بالله، وإني ولات لا أحب أن أهريق دمك. اذهب يا ابن أخي عفوت عنك. قال أنا أحب أن أهريق دمك، أنا سأقتلك. فغضب عمر، استحمق غضب، فنزل عن فرسه فعقره، قتل الفرس، ثم صاول عليا، فإذا بعلي تصدى له كالسد المنيع أيها الإخوة. صول من أعظم ما رأى الفرسان، وما هي إلا جولات يسيرة، وإذا بالرجل سقط على الأرض يتشحط في دمه. قتله علي، صرعه. فكبر رسول الله وكبر المسلمون، وعاد علي يتهلل وجهه بالبشر والسرور بالنصر الموكن المظفور أيها الإخوة بعزة الله، واعتنقه النبي، استقبله شاعرهم وقيل هو للإمام علي، نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه معشر الأحزاب، نصر إلهي. وفي يوم الخندق وما أدراكم، عفوا هذا في الخندق، وفي يوم خيبر وما أدراكم ما خيبر، حصون منيعة، الحصن الذي كان فيه مرحب فارس اليهود الأكبر والأشرس، مرحب مشهور بالفتك. يبعث النبي في المرة الأولى أبا بكر على رأس فرقة كتيبة، فعادوا ولم يفتح عليهم، صعب، حصن منيع جدا، المحال. في المرة التالية يبعث عمر ابن الخطاب على رأس كتيبة، يعود عمر ولا فتح، فيقول النبي بلهجة الواثق بوعد الله ومدده لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح عليه. الله أكبر،
قال عمر: فلم أتمنى الإمارة ولم أتطاول إليها إلا يومئذ، رجاء أن أكون ممن يحبه الله ورسوله. حبيت هذه الإمارة، شهادة، هذا أعظم تاج، هذا أعظم نيشان، أعظم شهادة على الإطلاق، ويحبه الله ورسوله. قال: فلما أصبح جعلت أستشرف له، يعلو بصدري، أشوفني، لكون نسيني رسول الله، أنا عمر يقول رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقال: أين علي؟ الله أكبر، أين علي؟ قالوا: هو بخير، يشتكي عينيه. فدعا به، فأتي به وهذا بين رجلين، فبصق في عينيه النبي فعوفي. أبدا، عاد يرى ما فيه، شوف معجزات النبوية، بصق في عينيه ودفع إليه اللواء ودعا له وبشره بأن الله يفتح عليه. نترك الآن الحكاية والرواية لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ورضي الله عن أبي رافع. يقول أبو رافع: وذهب علي مع جماعته أيها الإخوة وقال لهم صاحبهم: أنا علي ابن أبي طالب، اللي بيعرفني بيعرفني، أنا علي فارس العرب، فارس كامل. الخبراء في الفروسية يقولون علي فارس كامل، مش ثلاث أربع فارس، مش نصف فارس، في نصف فارس، في ربع فارس، فارس كامل. أنا علي ابن أبي طالب. فباغته مرحب بضربة، أطارت ترسه من يده، ضاع الترس. ماذا يفعل علي الآن؟ لا ترس في يده، وهذا فارس اليهود، هذا في خيبر. يقول أبو رافع: فما راعنا إلا وباب الحصن بيده، باب حصن خيبر بيد الإمام، تترس به وجعل يتترس ويضرب، وهوى بضربة على أمه رأس مرحب. قالوا: حتى سمعنا صوت سيفه استك بأسنانه، فلق رأسه ورجع إلى أسنانه، قتله في لحظة من فوره. وكبر علي: الله أكبر، حين قتل مرحب فارس اليهود، وفتح الحصن وكبر المسلمون أيها الإخوة. يقول أبو رافع: فوالله لقد ذهبت وأنا وسبعة من أصحابي، من أصحاب رسول الله المجاهدين، نحاول تحريك الباب على الأرض، نريد أن نحمله، فما استطعنا. ثمانية رجال لم يستطيعوا أن يحركوا هذا الباب. كيف حملته بيد واحدة وكنت تترس به؟ هذا علي أخي، قوة ربانية، مدد إلهي، فارس الإسلام هذا عليه السلام. هذا من جهة الفروسية أيها الإخوة، من جهة الفروسية.